الحقيقة طبعا يعني المعركة دي بيروح فيها بتطير فيها روس، يعني بتطير فيها رقاب ممثلين وبيقع ممثلين، يعني قصة كنت يعني مش فاهم. وانا قلت راهنت، كان معايا زميلي معتز مطر وراهنته رهان وكسبته الحمد لله، انه الدعم اللي قدمه الجيش للفيلم، وانا قلت له بالنص الجيش ده يمكن يقدم قرش، لانه شباب خالق المنتج طلع يقول ايه، الجيش ادانا 70% من الانتاج. ايه 70%؟ فكنت انا ومعتز مع بعض، قلت له معتز على فكره اتحداك لو الجيش دفع النكله. قال لي يعني؟ قلت له انا بقول لك اتحداك، الجيش يقدم دبابات، يقدم طيارات، يقدم لوكيشنز، يقدم لك اي حاجه بس لوجيستي، انما يديك قرش؟ الجيش كمان يعمل حاجه تانية، الممثل اللي اجره قد كده الجيش يجيبه كده يقول له تعالى خد، هتاخد الاجر اللي بنقول لك عليه، ده يفتح بقه. يعني احمد عز مثلا لو بياخد في السينما، انا بضرب مثلا 30 مليون، الجيش يقول له تاخد 8 ويكرمشهم في دول كله، روح بقى تيجي من بكره الصبح تشتغل، ده يفتح بقه. ده الدعم اللي قدمه الجيش. لكن في دعم تاني بقى اهم، ان الجيش يعمل زحمه على السينمات، وان يتم عرض الفيلم في اماكن ببلاش، وانه الحقيقه يتم استخدام بعض الاحزاب عشان توزع تذاكر ببلاش. خلينا بس نكمل. الاستاذ هيثم غنيم بيقول بمناسبه فيلم الممر وذكرى النكسه، يا ترى لو الضباط والجنود اللي عاشوا الفتره دي جم دلوقتي وشافوا الجيش المصري وهو بيبعت طيارات لاطفاء حرائق للنظام الاسرائيلي ونتنياهو بيشكر السيسي، تخيلوا شعور الضباط والجنود دول ساعتها ايه؟ مش دي اسرائيل اللي عبد الناصر كان هيرميها في البحر؟ بس تقول وتعيد مين يا عم هيثم؟ الاستاذ طارق الملط بيقول مش قادر اصدق غباء وغشوميه او خليها غشوميه منتوجي فيلم الممر بيدللوا عليه، مع ان المفروض الفيلم ناجح. تحس انك في موقف ميكروباص وبينادوا الممر الممر الممر، او بيوزعوا زي كيس مكرونه فاسده على كل فرخه او فرخه جمعيه. طيب عملوا ايه بقى؟ الحقيقه يبدو ان بتوع المخابرات الحربيه حسوا انه الموضوع ازمه. ازمه ليه؟ لانه النتائج بتقول ان ايرادات فيلم كازابلانكا بتاع المخابرات العامه عمل اهو بعد مرور 9 ايام كازابلانكا يبهر الجميع ب 39 مليون جنيه والممر في المركز الثاني. 39 مليون جنيه والممر في المركز الثاني. معلش يا علي، انا بس عايز منك طلب، انا ما خدتش بالي منه بس عايزك تاخد بالك انت منه دلوقتي. ممكن تجيب لي خريطه افلام العيد كلها اللي نزلت في العيد يعني بعد اذنك يعني؟ بس انا افتكرتها دلوقتي لسبب. بس ما تقعد تقولها لي وانا اتملاها، لا عايز احطها بس. طيب اذا 39 مليون جنيه. عشان كده يبدو ان ده اللي خلى ان حزب مستقبل وطن راح وزع 6000 تذكره فيلم سينما مجانا، زي بيقول الخبر ان حزب السيسي وزع تذاكر مجانيه للفيلم الممر دعما للجيش. حزب مستقبل وطن وزع تذاكر مجانيه للفيلم الممر المعروض في السينما حاليا على جميع اعضاء الحزب خلال يومي الخميس وغدا الجمعه تحت ذريعه تشجيع الروح الوطنيه ودعم القوات المسلحه. وقال الحزب في بيان رسمي ان مقرات مستقبل وطن اللي كان المفروض يتحاسب على اللي حصل في الاستفتاء، اوزع بقى ايه تذاكر في اسكندريه والمنوفيه وكفر الشيخ والمنيا وبورسعيد ودمياط، وستتولى توزيع التذاكر المجانيه على اعضاء الحزب.